الموبايل لأن الكونسير الأمسية موسيقية وسوف يتأثر الصوت. شكرا لكم وسنبدأ احتفاليتنا. نقول في ذات مهرجان من مهرجانات الحبوب الذي يقام كل عام في أرض الخير والجمال الناصرية، حدث أن تشرفت بتقديم الفنان الكبير سامي نسيم، وحين اختتم جمال عزفه بمقطوعات من ريفياته الجميلة اقترب مني رجل من الموصل وقد فتن بجمال عزف سامي نسيم، وأهل الموصل أهل غناء وسماع، وقال لي: من أي المحافظات سامي؟ فقلت له: من الناصرية. ابتسم الرجل الموصلي وقال: وكيف لا يكون من الناصرية صاحب هذا العطاء الثر الجمالي، كيف لا يكون سومريا؟ نعم، فعزف سامي نسيم ينقل إلينا عطر ماضينا الجميل ونكهة الجنوب ذلك الريف العتيق الأخاذ. تجتمع في سامي نسيم خصال ثلاث، أولها أنه العازف المقتدر الذي وقف على أسرار العود هذه الآلة الحبيبة فأطعم فنه ثقافة موسيقية قلما نجدها عند أقرانه. الثانية من خصاله أنه حافظ لفضل معلميه وأساتذته، يذكرهم ويذكر هذا الفضل كلما تحدث عكس ما فعل البعض ممن تنكروا لذلك. الثالثة من خصاله أنه إداري ناجح، وهذا تجده عبر قيادته لفرقته فرقة منير بشير، فرقة منير بشير أستاذه الأول، ونجاحه في تطوير أداء تلامذته الذين يكنون له احتراما كبيرا. إنه الفنان سامي نسيم. أن نحيي جميعا هذا الرجل السومري الجميل سامي نسيم. وقبل أن نترك الحديث لأستاذنا سامي نسيم أقول شيئا من سجله الحافل، فهو من مواليد 1966 في الرفاعي، وهو عضو في اتحاد الموسيقيين وعضو نقابة الفنانين العراقيين، وحاصل على شهادة الدبلوم عام 85 من معهد الفنون الجميلة بغداد، أستاذ العود في معهد الدراسات النغمية بغداد، وعضو اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى. فاز بالجائزة الأولى في مسابقة العود الدولية المجمع العربي للموسيقى بيروت عام 2000، وهو مؤسس ومدير فرقة منير بشير عام 2001. فائز بجائزة الإبداع عام 2009 من وزارة الثقافة العراقية عن عمله حكايات عود، وهو مشارك في مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية السادس في القاهرة عام 96، وحفلة في النمسا قاعة الهوف بورك في فيينا 98، وحفلة في فنزويلا بجامعة كاراكاس عام 2000، ومشاركة في مهرجان الفحيص بالأردن عام 2000، وحفلة في معرض الكتاب العالمي الخامس عشر موسكو، ومشاركة ثانية في مهرجان الفحيص عام 2002، وحفلتان في مكتوبة حفلتان في دير وكنيسة ماريا أفرام سوريا عام 2003، وحفلة في مهرجان في لبنان، ومشارك مع الفرقة السيمفونية الوطنية دبي عام 2004، ومشارك في مهرجان العود العالمي في جرش عام 2005، مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية الرابع عشر القاهرة عام 2005، مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية الخامس عشر القاهرة 2006، ومشاركة في قمة أوبك الثالث الرياض عام 2007، ومشاركة في مهرجان الكونفو البلغاري عام 2008، ومشارك في مهرجان الإعلام العربي في القاهرة عام 2008. آخر مشاركاته كانت مشاركة في مؤتمر الموسيقى العربية الثامن عشر كباحث موسيقي عام 2009. ونحيي هذا الإنجاز الكبير لأستاذنا سامي نسيم عازف العود الشهير، والآن نترك الحديث له متمنين أن يحدثنا عن تجربته مع العود وعن ذكرياته مع أساتذته. هذا وأن سامي نسيم يقف في الجيل الثالث من أعلام العود العراقيين. الجيل الأول هو المعلم منير بشير ومنير بشير، ثم الجيل الثاني
اللي هو سالم عبد الكريم وعلي الإمام، والجيل الثالث اللي نصير شمة وأستاذنا سليم سامي نسيم، وكذلك حسن نعم علي حسن، علي حسن. الحديث الآن للأستاذ سامي نسيم، فليتفضل. السلام عليكم. طبعا أقدم بالشكر والتقدير للحضور الطيب من مثقفي العراق وأدبائه، وكذلك أقدم بالشكر إلى ملتقى الخميس الذي هو تحت خيمة اتحاد الأدباء العراقيين على هذه الاستضافة النوعية، وحقيقة لم تبادر لها مؤسسات أخرى، وأحسب أن الاتحاد هو حظي بهذه الفرصة الجميلة أن يحتفى بفنان أو يتحدث عن منجزه أو تجربته. في الحقيقة أنا في كل مرة ينوب عني بالحديث عودي، ولكن هذه المرة المهمة تبدو أصعب، يمكن مهمة العود أسهل أو هي في الحالتين صعبة، لكن الحديث والاسترسال بالحديث هو ليس من مهامي حقيقة، فأنا منشغل يعني بمشغلي الموسيقى وأجيد العزف ربما أكثر من الكلام، وهذا هي طبيعة الناس، ويعني من نواحي الله يعني حب الناس بمواهب، بعضهم مفوه يتكلم وبعضهم يجيد العزف وبعضهم يجيد الرسم فلا يتكلم، ولكن عندما تحدث يعني مثل هكذا يكون الكلام هو حديث عن تجربة، حديث عن إضاءة معينة في يعني تجربة الفنان أو المثقف. فإذا أردت أن أتحدث عن البدايات، بدايات طفولة عراقية، والطفولة العراقية الجنوبية يعني حقيقة هي ليس فيها لمسة من الطفولة، هي رجولة مستفحلة منذ البداية. في الحقيقة في الجنوب لا يولد الناس أطفال في البداية، يولدون حتى لا أقول كبار، حتى لا أظلم الناس وأقول أنهم يفكرون بشكل آخر أو لديهم مواهب تختلف عن الآخرين، ولكن أنا متأكد أن هؤلاء الفقراء الجنوبيين الذي أنا كنت أحدهم في مدينة الرفاعي، المدينة الغافية على كتف الغراف، هذه المدن المتناثرة على أرض الناصرية تمتد بجنوب العراق مدينة فلاحية. أنا للعشر سنوات الأولى أمشي حافيا إلى مدرستي التي تبعد 50 كيلو، وكنت أعاني كثيرا من المشي لطفل عمره 6 سنوات، 5 سنوات. المهم اي، فكانت الطفولة حقيقة طفولة صعبة، لم يكن هناك شيء اسمه موسيقى. في بداية السبعينات كانت الأعياد في القرية كل عيد هناك من يعزف المطبج، اختفت هذه الحالة الآن يعني، وفي أعراس القرية كان هناك يحضر قبل شيخ العشيرة حضير أبو عزيز يعني كمسجل يعني موجود في حضير أبو عزيز وداخل حسن وسوريا حسين وأصوات عجيبة يعني. فأتصور نحن الأطفال أكثر انشدادا إلى هذه الأصوات من الآخرين الكبار، الكبار مشغولين بمتاهات الحياة، أما نحن الصغار فننشد إلى هؤلاء الذين يغنون بمطلق الحرية. في هذا كان في أعراس السبعينات، وفي العيد أرى يعني بنات القرية يعني ناثرات شعورهن، وقبل يومين ربما كانن صغيرات أو كبيرات لا أعرف، لا أذكر لأنها يعني طفولة قديمة،
فتأثرت بأصوات الناس الذين يغنون، فكان هناك واحد اسمه سبهان، سبهان يغني، يعني يغني بشكل جميل، وأقارن بين شكله وبين سلمان المنكوب، هو يشبه سلمان المنكوب، فقلت هو هذا ربما يكون سبهان، بعد ذلك صار سلمان المنكوب، أو سلمان المنكوب تحول الآن إلى سبهان، ما أعرف يعني. فكان المطبج يصنعون من عنده آلة موسيقية صغيرة يضعها في جيبه، شخص يجيد هذه الآلة بشكل غريب، يخزن الهواء في فمه ويعيد الهواء مرة ثانية، ويتباهى بهذا الموضوع كونه هو يستطيع أن يحبس نفسه لساعات طويلة، ويعني هذه اختفت حقيقة الآن، يعني اختفت هذه المظاهر نهائيا، يعني جاءت مظاهر أخرى هي بشكل ربما نحن لا نستطيع أن نوقف الزمن عند حالة معينة، فلا تلك صح ولا هذه صح، ولا نعرف حقيقة ما هو الصحيح دائما. فانتقلت من القرية بعد أن أصبحت الفلاحة صعبة في بداية السبعينات، وتوجه الناس، تطوع والدي إلى العسكرية، وتطوع إليها نهائيا حين فقد بالحرب إلى اليوم، يعني منذ 30 عاما والدي مفقود، لا أعرف أين هو حقيقة، في أي طريق سلك، وأثر هذا حقيقة في ذاتي من الداخل أن أفقد والدي بصورة مبكرة ونهائيا. أتيت للمدينة، المدينة كانت كل شيء جديد علي فيها، من البنطرون إلى آلة العود، يعني فكنا المدينة صعبة، يعني معاناة لابن القرية الخجول الكذا، فكان هناك دائما معلمين، دائما تجد معلمين من حولك يرشدوك إلى الطريق الصحيح، فكان هناك معلمين يوجهوننا، هؤلاء المعلمين الكبار هم لاحقا فنانين كبار بالتالي، يعني هم معلمين في الابتدائيات وفي المتوسطة، منهم فنان ورسام كبير انتحر في ما بعد في منتصف الحصار الجار، يعني أيام الحصار اللي حدث على العراق مدة 12 عام أو أكثر، اسمه ناجي خضوري، هذا المعلم الذي كان يعلمنا كيف نرسم الورد، كيف نرسم الورد، ما أن تجد لوحة في مدرسة أو مركز شباب أو مكان تجد لوحة مكتوب عليها ناجي خضوري، فنتساءل هذا ناجي خضوري ماذا، اختصاصه ورد فقط، يرسم الورد. انتقل من مدينته الرفاع إلى كركوك، وهناك ضاقت به السبل، تحول إلى شارع الكفاح يبيع الشاي أمام فندق المساء، وفي يوم رفض كل هذه الحياة وشرب زجاجة الثمر الذي كان يمسح بها اللوحات الفنية، فأوقف حياته بشربه الثمر ليمسح حياته إلى الأبد. هذا كانت من المؤثرات. كان هناك كاتب مسرحي اسمه الفنان والكاتب قاسم دراج، هذا أيضا يعني أنا أذكر هؤلاء الناس لأنهم أثروا في بداية طفولتي، كاتب مسرحي يكتب المسرحيات بشكل جميل ويخرجها جمال جبار حج علي، وكذلك حسيب كاظم الذي تأثر لسنوات طويلة وعاد ورحل، وقاسم دراج استشهد في أحد الهجومات في الحرب الثمانينية. كان هناك شباب آخرين هواة، منهم عادل علي الحسن، ومنهم وائل البدري، ومنهم هؤلاء درسوا في معهد الفنون الجميلة، كانوا حين يشاهدونني أعزف عود يشجعونني بشكل كبير ويحثونني
بالرغم أنني أجد تناقضاً بين عائلتي والمشجعين، هؤلاء المعلمين دائماً موجودين يسرقوننا من ترسبات العائلة وأفكارها التي نستطيع أن نقول عنها يعني هي ضمن حالها. فهم كانوا يحسبون أن العود لعبة أتسلى بها وأنا طفل وأتركها بعد أن أدخل المتوسطة أو بعد أن يعني أتخرج وأذهب لأصبح معلماً أو مدرساً، ولكن ظلوا مشدودين أهلي أن هذه الآلة سترافقني إلى الأبد. يعني كان شيء غريب. دخلت معهد الفنون الجميلة عام 1980 مع أول يعني دوي للمدافع الحرب الثمانينية، وكان في المعهد أساتذة من تونس معروفين، درست على يدهم حوالي 3 سنوات، وكان معي الفنانين حسن فالح اللي هو قائد فرقة كاظم السار على القانون، وكان عباس ضاري الملحن المعروف، ودكتور ناصر هاشم وكريم عبود وآخرين من الفنانين في تلك المرحلة في الحقيقة. وكان أستاذي في اللغة العربية الشاعر الجميل الأستاذ كاظم الحجاج مدرسي في اللغة العربية، وهذا يعني أفخر به دائما. استمرت هذه الفترة إلى أن انتقلت إلى من معهد الفنون الجميلة البصرة إلى بغداد، وكنت محظوظا جدا أن ألتقي آخر الرعيل الأول للعود اللي هو الأستاذ الفنان الكبير غانم حداد، وهو آخر الأحياء من طلبة الشريف محي الدين حيدر. وفي الحقيقة أنا أتميز عن كثير من العازفين الشباب اللي موجودين الآن أنني درست عند هذا الأستاذ العظيم الأستاذ غانم حداد الذي هو موجود الآن في عمان، حيث هو كان يعني بعد يأتي بعد منير بشير وجميل بشير وسلمان شكر ونازك الملائكة وعادل أمين خاكي، هؤلاء الناس الذين درسوا عند الشريف محي الدين حيدر. طبعا الشريف محي الدين حيدر من يشرب من ماء مدرسته تترك أثر بليغ عنده، لكون كان هناك خطان يسيران في مدرسة الشريف محي الدين حيدر. الشريف محي الدين حيدر الذين لا يعرفونه هو ابن عم الملك فيصل، وهو أول مؤسس لمعهد الفنون الجميلة لفكرة معهد فن في العراق. فكان بدايته هو أسس معهد الموسيقى، بعد ذلك أتى حق الشبلي ليؤسس المسرح وجواد سليم التشكيل والنحت وآخرين يعني في المجالات الأخرى. فكانت السبق للشريف محي الدين حيدر، وكان معلما عظيما ومعروفا في العالم. كان الأخلاق الفنية والأساليب الخلقية بالفن تأتي لديه مهمة جدا. يعني هناك مجموعة من الأشياء والثوابت لديه لا تتكرر طبعا الآن. ومن هذه الحوادث عن الشريف محي الدين حيدر إنه كان يقدم مقطوعاته على الهواء من إذاعة بغداد، وفي وقت معين يعني يفترض أنه مثلا في الساعة 3 هو يعزف مقطوعاته يوميا. فقالوا له في الإذاعة لقد غيرنا موعدك من الساعة 3 إلى الساعة 4. فقال لهم بكلمة وبقيت خالدة بالتاريخ أنني سوف لن أدخل إذاعة بغداد ما حييت. ربما يعني نحن نرى في هذا الموقف موقف كبير وجميل من فنان يحترم ذاته وفنه إلى آخره. نسترسل يعني بالحديث. يعني أنت عايشت منير بشير والعفو عايشت يعني لا في الحقيقة بالنسبة لمنير بشير اللي هو مولود بسنة 1932 لا أنا لا أدعي أنني عشت معه،
ولكني عشت معه كأستاذ. هو يعتبر أستاذ لكل العوادين بالعالم يعني، وليس للعراقيين تحديدا، هو عواد عالمي. كذلك جميل بشير وعلي الإمام وشريف محي الدين حيدر، هؤلاء أصبحوا رموزا عالمية أكثر مما هي، مع احترامي إنهم رموز عراقية أصلا يعني، لكن هم أصبحوا رموز عالمية يحتفى بهم بالعالم لكونهم حمل العود إلى أبعد بقعة بالعالم، وبأسلوب جديد وبأسلوب معاصر يختلف عن باقي العود في الشرق. منير بشير كنت أتابعه من خلال التلفزيون ومن خلال التساجيل، أحصل على كل تسجيلاته وأحاول أن أقلده مثل ما يقلد الفنانين الآخرين في بداية حياتهم الفنانين الموسيقي. في منتصف الثمانينات كنت أتمرن يوميا حوالي أكثر من 10 ساعات متواصلة. التقيت بفنانين أرادوا أن نخرج يعني للناس نقدم أشياء، فأسسنا عربة اسمها عربة الغجر. التسمية أطلقها أحد الشعراء أو الرسامين في حينها، وكان من بينهم الشاعر زاهر الجيزاني، وأيضا الشاعر خزعل الماجدي، وحميد المختار، القاص حميد المختار، وعبد الحميد الصائح، وكثيرين ورسامين مثل سعيد شنين، وممثلة كانت معنا داليا العقيدي. قدمنا عروضنا في اتحاد الأدباء، وقدمنا في مكانات أخرى في معهد الفنون الجميلة، وكان العرض هو عبارة عن موسيقى ورسم وشعر في نفس الوقت. وأذكر في هذه القاعة يمكن تم العرض هذا في منتصف الثمانينات. ولكن دائما هذه الفعاليات لا تستمر، مثل ما هو حال، وهذا المؤسف طبعا أنه حال العراق دائما، لا تستمر فيه الأشياء، تبدأ كبيرة وتنتهي صغيرة ربما من ناحية ولا أعرف لماذا لا يستمر مثلا قاعة فنية لا تستمر، فرقة لا تستمر، مبدع لا يستمر بعطائه للأخير، دائما هناك توقف توقف. بينما حينما نذهب إلى القاهرة مثلا نجد بيت أم كلثوم ما زال موجودا، بيت محمد عبد الوهاب ما زال موجودا، حتى بيت جمال عبد الناصر موجودا، والسادات موجودا، دار الأوبرا حتى المحترقة محافظين عليها، حتى دار أوبرا جديدة مستمرة وتحتضن كل الفنانين والموسيقيين المصريين. بينما لا يحدث هنا في العراق، ليس هناك مؤسسات، ليس هناك رعاية من نوع معين تسلم من شخص إلى شخص. نحن يعني ربما نبني أحلامنا وأفكارنا في مهب الريح. هناك قامات كبيرة عراقية عظيمة الآن، حين تقول عن منير بشير في مصر رأسا يقول لك ده ملك العود، ملك العود يعني بدون منازع. ولكن ما زلنا لحد الآن في العراق من يتناقش بمنير بشير ويقول منير بشير إلغي اسم فرقة منير بشير، إلغي اسم مدري إيش. يعني هناك أشياء غريبة عجيبة تحدث هي مريرة حقيقة، أشعر أن المثقف هو يشعر بها أكثر من غيره، وهي معروفة للآخرين. فلم تستمر هذه التجارب حقيقة. انتميت بعدها إلى فرقة النغمية المركزية اللي كان يديرها الفنان الكبير فاروق هلال. الفنان فاروق هلال طبعا أثر في وجداني كثيرا مثل منير بشير، لكونه في بداية حياته وفي الثمانينات كان رجلا يهتم بالمبدعين الشباب حقيقة يعني، فكل المبدعين الشباب كانوا ينضوون تحت يعني رعاية
رعاية نفسية من فاروق هلال وليس رعاية ربما تكون هي مادية. لم يكن يغدق عليهم ماديا أو يمنحهم تلك ولكن يمنحهم الفرص الحقيقية. فهذه الفرقة كانوا فيها من الشباب الفنانين اللي موجودين الآن واللي أثروا الساحة الفنية. فهو صاحب يعني مشروع ستار أكاديمي قبل أن يولد ستار أكاديمي، كان يرعى هؤلاء الفنانين. وأذكر أنه فصلت بعد فترة من الفرقة لأنني تخلفت عن حضور أحد الحفلات في المسرح الوطني لظرف معين، وانتهت علاقتي بالفرقة النغمية، وبقيت على هذا الحال إلى حد وين احنا وصلنا. انا لا احنا الحديث يطول بنا، ولكنه انا اريدك يعني كيف تقول في اعاده صياغه بيت العود بقيادتك، لانه يعني بيت العود نجح في مصر وكذلك نجح الان قبل ايام فتح في ليبيا بيت العود بقياده عراقيين. فهنا اعتقد انه هناك جوانب كثيره ويعني تساعدك على بناء هكذا تجربة. ممكن أنت يعني أستاذ معروف وعازف كبير لك اسم عربي وعالمي، فلماذا لا تقود هذه الفكرة مثلا؟ في الحقيقة هو الاهتمام بالثقافة يعني لحد الآن محدود يعني محدود جدا. يعني مثلا هناك بنايات موجودة في شارع المتنبي أو خلف شارع المتنبي، هذه البنايات فارغة وهي من أجمل البنايات، طالبت أكثر من مرة أن تصبح بيت للعود، ندرس فيه العود بطريقة التمويل الذاتي. أيضا هم لم نحتاج أي تمويل، ولكن هذا المشروع لم يكتب له يعني لا أحد اهتم به يعني من حقيقة من وزارة الثقافة والمعنيين بالثقافة. بينما شبيه لهذا البيت هو في مصر مهتم به من الهيئة القومية المصرية للثقافة ودار الأوبرا المصرية، هناك مؤسسات راعية لهذا كذا. وزرت وألقيت محاضرات في بيت العود الذي يديره زميلي نصير شمة، وحدثني عن أنه كيف الاهتمام يحدث حتى من زوجة الرئيس المصري حسن مبارك لهذا المكان، ومن الرئيس نفسه، ومن الناس وزير الثقافة فاروق حسني ووزير، يعني هناك يعني استرخاء. أنا أعزت هذا الكثير لأنه للاسترخاء اللي موجود، كون مصر هي لم تتعرض لهذه الهزات العنيفة في العراق. العراق كل يوم يعني يتعرض إلى هزات عنيفة وغريبة وعجيبة، فما أتصور أنه اللي نحن نقارن وضعنا واسترخاءنا بالدول المسترخية منذ سنين طويلة. حتى أن أحد الأصدقاء علق أنه هذه الدول اللي هي مثل سوريا ولبنان أو مصر، لبنان غير مشمولة، هي على حطة إيد فريد الأطرش. يعني من زمان يعني ممكن الشارع هو نفسه والحياة الطبيعية مثلها. نحن يوميا اسم الشارع يتغير والطريق يتغير والحياة تتغير واسلوب الحياة إلى آخره. فكان هذا إشكال حقيقة. يعني نحن نحلم، يعني نحلم بدار أوبرا عراقي، نحلم ببيت للعود، نحلم بمؤسسات ثقافية راعية. وهناك نغمة جديدة يعني أنا مستغرب وأريد أن أطلقها هنا حقيقة، أنه يقال أن الفنان عليه والمثقف أن يدير مشروعه بنفسه وينجح ويحصل على المردود المادي دون رعاية أي جهة. طبعا الفنان هو يبقى يشكك بنفسه، يقول ربما أنا قدراتي الفنية غير قوية بحيث حتى أصبح من ناحية مردود مادي وفني وتسويق. أنه الدولة غير راعية للفنون. يعني في أي دولة في العالم لا يوجد رعاية للفنون، لا توجد حتى الدول الديمقراطية. ليس هناك على أساس أنه هناك مؤسسات قطاع خاص ومؤسسات إنتاج فني،
في العراق ومن أين أكو مؤسسات إنتاج فني وقطاع خاص؟ فالفنان يموت على الرصيف دون أن إذا لم تمتد له يد الدولة. يجب على الدولة أن تمتد يدها للفنانين وترعاهم بشكل حقيقي. هناك هبات وإعانات للاتحاد الأدباء، لنقابات الفنانين، لاتحاد الموسيقيين، يجب أن تكون هكذا لينهضوا بحالهم. وإلا من أين يأتي اتحاد الموسيقيين بتمويل؟ من أين تأتي نقابة الفنانين بتمويل؟ أو حتى اتحاد الأدباء؟ فالقصد بهذا الموضوع أنه هذا المصطلح الذي يسوقه حتى الفنانين والمثقفين، يقولون لنخرج عن الدولة ولا ننتظر رعاية الدولة، نحن بمنجزنا الفني نقوم بهذا، وهذا صعب جدا في يعني في بلد مثل العراق. طيب استاذ سامي، انا بدي ان اسالك سؤال. كيف وجدت صدى مدرسه العود في حين اقمت مهرجانات في فيينا وفي موسكو وفي كيف وجدت هذا؟ في الحقيقه انا حققت نجاحات على المستوى الشخصي، وبعد ذلك اصبحت هي على المستوى العام. يعني مثلا انا عملت ان اسجل اعمال فرقه منير بشير دون رعايه وزاره الثقافه او رعايه اي جهه اخرى، وبالتالي سجلنا يعني أعمالنا ووصلت. طبعا الآن يعني الإنترنت والطريقة المستحدثة بالعالم لا تنتظر أحد يسوقك، في دقائق أنت تصل إلى العالم موسيقيا وشعريا وفنيا، وحتى اللوحة الفنية هم تصل. يعني ما تصور شيء، لا يوجد شيء لا يصل بالإنترنت. وأيضا السي دي والطرق الحديثة للنقل المنجز الفني سهلة جدا أصبحت. فبادرت أن أقوم بهذا الدور. فالآن عندما تذهب إلى قم تجد هناك سي دي لسامي نسيم وفرقة منير بشير للعود، ويتصلون بنا على الإنترنت ويتمتعون بموسيقانا العراقية، وهي مو منتج مؤسساتي. كذلك ذهبت إلى مصر إلى بيت العود، وجدت أطفال مصريين وحتى هناك عراقيين يدرسون يعزفون مقطوعاتنا التي سجلناها في بغداد. فبينما كنا هناك نسأل عن فنانين كبار غير معروفين لديهم، مثلا إذا تسألهم عن الفنان محمد عبد المحسن لا أحد يعرفه هناك، أو مع العلم هو فنان رائد وكبير في العراق. لكن الآن ربما نحن يخدمنا العولمة والظروف الإيجابي، الجانب الإيجابي من هذه من نقل المعلوماتية يسهل علينا هذه المهمة. ففي سوريا الآن يراسلوننا شباب ومعجبين بالمنجز الفني العراقي، يعني اللي هو فرقة منير بشير للعود اللي منذ 2001 قمت بتأسيسها ومستمرة بشباب مبدعين ورائعين من 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 موسيقيين عراقيين. وهي طبعا الفكرة نوعية كونها بعيدة عن الغناء قريبة من الموسيقى، لأننا نعرف كل الفرق هي قريبة من الغناء بعيدة عن الموسيقى، وأقصد الموسيقى موسيقى الآلة. فالذي يحدث أنه الإنسان يستطيع أن يكون فاعل ومؤثر ويحمل قيمة واسم بلده، ليس فقط برعاية مؤسسات، يستطيع هو أن يعبر هذه الحدود. أستاذنا قبل ما يعني قبل أن ننتقل للجمهور وأصداء ما بنيناه، نقول هل لديك شيء آخر ممكن تضيفه أو تحب أن تضيف شيء آخر كي ننتقل إلى الجمهور ثم إلى العزف؟ لا هي بقت إلى دقيقة أو أكثر يعني، وبعدين ننتقل. إيه لا ضرورة المداخلات صار. أنا أخيراً يعني أشكركم جداً على حسن استماعكم. ربما يعني الحديث يعرض ويطول، ونحن أخذنا نتفة من هنا ونتفة من هناك، ولكن ربما غابت عني أشياء كثيرة، وربما ركزت على أشياء ليست مهمة وذات قيمة، وهذا هو الذي ما تسمح به هذه الجلسة البسيطة.
وإن شاء الله في قابل الأيام نكون أكثر. سيدي كنت جميلا وكنت مودعا وكنت متحدثا، وهذه ذكريات جميلة كلنا نعرفها ونحب نسمعها. الآن نترك الأمر للجمهور، من يريد أن يقدم شيء عن الأستاذ سامي؟ أولا أستاذنا الفريد سمعان فليتفضل. الشيء الآخر اللي حدث بالحقيقة، منير بشير كان معتكف في بيروت، السفارة الإيرانية كان عنده منجز فني في بعض دول العالم، السفارة الإيرانية احتفت بي آنذاك في فندق الكارلتون في بيروت وأقامت احتفال كبير. أنا بعد ما رجعت إلى العراق كتبت في جريدة الفكر الجديد، قلت أنه ما معناه أنه فناننا الكبير يعيش هناك تحتفي به إيران وإحنا ما نحتفي به ما نجيبه. على أثر ذلك اتصلت به الحكومة العراقية وجاء إلى بغداد وتعين مستشار فني في وزارة الثقافة. اللي يخليني أعود إلى منير بشير، هذا الرجل الكبير اللي درب ويعتز به الآن تلاميذه، اللي أقوله أنه هذا ما أخذ أولاً حقه من التبجيل والتكريم. الشيء الثاني، الحديث اللي الآن دار حول عدم الاهتمام بالمسائل الفنية، أقول إحنا مقصرين باعتمادنا فقط على المؤسسات الحكومية في هذا الشأن. بالإمكان إذا كان هنالك حب وتعلق بالموسيقى وبالفنون ممكن أن نسوي مشاريعنا الخاصة، وأنا أعلن الآن بإمكاننا أن نسوي شركة مساهمة رأس مالها مو كبير، فليكن 200-300 مليون دينار. المطلوب في تأسيس مثل هذه الشركات هو أن يودع 10% من رأس مال الشركة في البنك وتقدم إلى مؤسسة الشركات لكي تكون شركة تباع أسهمها في السوق. ومبلغ بسيط، السهم الواحد في أي شركة الآن هو دينار واحد، بالإمكان أي واحد من الموجودين الآن عنده 500 دينار، عنده 1000 دينار، عنده 100,000 دينار يشتري سهام ونكون هاي الشركة، نخلق كيان لمؤسسة اسمها مثلاً مؤسسة منير بشير للعود أو للكذا من القبيل. فلا نعتمد بشكل خاص فقط
على الحكومات أن تدعمنا. يعني سامي نسيم واحدا من المقذوفات الضوئية لمدينة الناصرية المقدسة على زميلتها بغداد في واحدة من تجلياتها السومرية، شأنه شأن بقية المقذوفات القزحية الضوئية لهذه المدينة، أمثال حسين نعمة وجبار الغزي وكمال محمد وكمال سبتي وفهد الأسدي ونعيم عبد مهلهل والدكتور جواد الزيدي وعلي جودة وآخرين. تلك المقذوفات القزحية الكوكبية التي أصبحت شهباً ونيازك تزين سماء بغداد، وأصبحت أيضاً رجماً لشياطين ساستها. ليسمح لي صديقي سامي أن أفشي ببعض أسراره الجميلة، فهو من الرواة الثقات ومن ناقلي أحاديث ونكات رياض أحمد وحسين نعمة، وهو شاعر وقاص يؤسرك بجمله الأنيقة والمدوزنة على مقام إكزار حنتوش وحسين مردان، وهو مطرب موجع ولا سيما حين يغني لداخل حسن. فبين سامي نسيم وداخل حسن قاسم مشترك أعظم بل أقدس، وهو بحة الناي السومري. فآهات ولا آت داخل حسن أجدى وأصدق ألف مرة من اللاءات العربية الثلاث. وفي هذه المناسبة أرجو منه طامحاً بل طامعاً أن ينظف آذاننا بريشته من أدران أغاني الكية وبسطيات الأقراص المدمجة التي سممت حياتنا، كذلك أغنيات الفضائيات بل الفضائحيات لهذا الزمان الماسخ الرديء. أحبتي، وكما ورطني صديقي سامي بهذه المداخلة، سأسمح لنفسي أن أزجه بورطة أجمل. أحبتي، أترككم مع سامي نسيم وهو يتلو علينا ما يتيسر له من مواويل داخل حسن. أحبتي، أترككم مع سامي نسيم وهو يتلو علينا ما يتيسر له من مواويل داخل حسن عليه السلام، وعليكم أجمعين. شكراً للصديق محمود موسى. والآن المداخلة للأستاذ الفنان جمال عبد العزيز، فليتفضل. وش نحكي بعد إذا خلصنا سامي نسيم؟ وش خلى بعد؟ مساء الخير أعزائي الحضور. حقيقة هو استذكار يعني الفنان سامي نسيم، لأن هو ما خلى شيء ما حكاه، الضام ما حكاني. فحقيقة أنا كنت مدرس في معهد فنون جميلة عام 83، جاء سامي نسيم من البصرة. حقيقة هو استذكار، ف كان اختص بمدرس غانم حداد. غانم حداد من الأساتذة الكبار، بس طبيعتهم ما يدرسون، أستاذ كبير ومعروف بس هو يوجه يعني حقيقة. وبين سفراته كثيرة خماسة مع فيهم جميلة، فدزوه على مدرس آخر ذاك جدا مهمل يعني اسمه أبو وهبية. فأنا التقيت بهذا الشاب جميل اسمه رجال البصرة. حقيقة كانت تكو أسلوب جديد الفنان سالم عبد الكريم، بس كان يدرس في معهد الرياضات الموسيقية. فقلت له سامي، هاي دامي ذكره يعني، قلت له انقذ نفسك ترى مستقبلك كم سالم عبد الكريم. فالرجل يعني أخذ كلامي والتقى بسالم عبد الكريم، ولأن الأسلوب سالم عبد الكريم أسلوب حديث، أسلوب جميل بشير، حقيقة عدة أساليب. فهذا استذكار لزميلي وصديقي الفنان سامي. الحقيقة نستذكر البدايات لآلة العود. المداخل الأولى بعد ما تحدث متحدث بمؤسس المعهد أو القسم الموسيقى أو معهد الموسيقى أنا ذاك، فالرعيل الأول اللي هم الأربعة المشهورين منير وجميل وغانم وسلمان شكر، هي الغرابة وعلى 20 سنة يطلع موجة جديدة أو أسلوب جديد أو شباب جدد.
فكان أنا أعرف لحد الآن هذا المرض لليوم كل معاهدنا الفنية، كان معهد دراسات أو معهد فنون جميلة أو مدرسة الموسيقى والبالي، أكاديمية فنون جميلة، مدرسي الموسيقى ما يدرسون الطالب. فأنا أفتخر بأن عازف بأي آلة أن يخلق أو يصير عازف هو بشكله الخاص. المرحلة اللي يجي بها سامي نسيم يعني حقيقة مرحلة صعبة جدا، يعني صعبة جدا من ناحية الفترة اللي ظهر بها علي إمام، معتز محمد صالح أيضا المتأثر بسلمان شكر، وعلي إمام اللي معروف عليه بالأسلوب العراقي. وهذني كلهن يقاتلن ضمن مجتمع معين. سمعت الأستاذ الكريم الكبير أستاذ سامي يعني، وسمعت من عدى أنه إحنا في كل أرجاء الوطن العربي نقود هاي الحركة اللي هي كونها بيت العود أو أي تسمية أخرى. طيب ليش ماكو بالعراق؟ خلينا نكون شوية جريئين، أنا متلقي وغير مسؤول، ها خلينا نكون شوية جريئين ونقول ليش إحنا ما نقدر نقود هيج حركة في بغداد أو في العراق. أنا أقوله وبكل صراحة، لأنه إذا فصلنا هذه عن الموضوع السياسي ما راح نقدر نقوله. الموضوع أنه هاي ممنوع، الموضوع أنه هاي حرام، الموضوع أنه هاي تقود للنار. ويا ويلكم للنار يا فنانين، يا موسيقيين، يا أدباء، يا شعراء، يا ويلكم أنتوا يا أساتذة الكرام من النار القادمة إذا استمرينا بهالشكل هذا. شكرا جزيلا.
الناس اللي قبلي هم اللي أسسوه من يعني من زمن طويل يعني من داخل حتى داخل حسد يمكن هم يسألوا يقول لهم أنا مو مالتي يعني. بعدين مو مالتي بتوصل ما أدري يمكن النبي داود هو كان يجمع فأكيد يعني كل إحنا نقول مو مالتنا هذا يعني إحنا مقلدين أني راح أسوي لك أشياء أنت تحسها يعني أنت تغني بداخلك وياه. Thank you.
اسمها بغداد، يعني نعزفها بهذا طالما اليوم احنا فكرنا.
Thank you.
هذه القطعة الأخيرة هي ليست لمنير بشير بل أنا يعني.